مشاهدينا لنستطلع الأوضاع من المواصي، المنطقة التي نزح إليها الفلسطينيون من شرق رفح إلى غرب خان يونس. ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أهلا أسامة، يعني نريد أن تحدثنا مكان ما تتواجد، وضع وحال النازحين في منطقة المواصي، وأيضا الصورة، لو تعطينا مجال أيضا نشاهد ماذا يحدث من خلفك، تفضل. نعم، هذه أقصى منطقة غربية لمدينة رفح. في هذه المنطقة نزح كل سكان منطقة شمال قطاع غزة إلى أقصى منطقة في جنوب قطاع غزة، وهي منطقة مواصي رفح والقريبة من منطقة مواصي خان يونس. هذه منطقة حدودية، منطقة هي المنفذ الوحيد باتجاه منطقة مواصي خان يونس. نزح عدد كبير من سكان منطقة شرق مدينة رفح باتجاه هذه المنطقة الغربية لمدينة رفح. كان هذه المرة نزوح عكسي من الشرق للغرب، والآن من هذه المنطقة باتجاه مواصي خان يونس بعد تهديد الجيش الإسرائيلي بمنشورات ورقية للسكان بضرورة الإخلاء باتجاه منطقة غرب مدينة رفح. ولكن عمليا وضمنيا هدد سكان كل مدينة رفح بالخروج والإخلاء باتجاه منطقة مواصي خان يونس، خاصة وأن هذه المنطقة الغربية لمدينة رفح تعرضت لضربات متواصلة من الدبابات الإسرائيلية المتواجدة على مقربة من معبر رفح البري، بالإضافة لقصف بالطيران الحرب الإسرائيلي يوم أمس حتى هذه اللحظة. هذه منطقة هي فيها اكتظاظ سكاني كبير، آلاف الخيام بالقرب من الحدود، ولكن هنا أيضا حركة نزوح متواصلة على مدار الساعة من هذه المنطقة ومن هذا الشارع ومن هذا المنفذ باتجاه منطقة مواصي خان يونس. حتى هذه اللحظة كما تشاهد حركة كبيرة للسكان باتجاه منطقة مواصي خان يونس. هنا يحاول السكان التسوق والتزود بالبضائع من هذه المنطقة، ومن ثم التوجه على نهاية هذا الشارع باتجاه منطقة مواصي خان يونس. نتحدث على تكدس سكاني كبير في هذه المنطقة، يعيش هنا آلاف النازحين في خيام، في مناطق أيضا دمرت وقصفت، وكان هناك استهدافات في هذه المنطقة. طيب، لو تشاهد هناك منازل مدمرة ومقصوفة. اسمعني بس يا أسامة، الآن أعطينا فكرة، أنت ماذا تشاهد؟ متى ينامون؟ كيف ينامون؟ الخيمة فيها كم شخص؟ هل هناك أي تفاعل مثلا من المنظمات الإنسانية بعد عرض هذه الصور؟ نعم، كما تشاهدي معي هذه عائلات تحاول أن تعيش وتعتاش في المنطقة الغربية لمدينة رفح، حتى بين الركام والمنازل المدمرة. هذه العائلات تعيش في خيام كما تشاهدي معي. هذه الخيام على يميني نصبت منذ بداية الحرب. نوضح أكثر. نعم، هذه هي الخيام نصبت منذ بداية الحرب على قطاع غزة في هذه المنطقة الحدودية. هذه الخيام مصنوعة غالبيتها كما تشاهدي من النايلون ومن الأقمشة. لم يتم منح هذه العائلات خيام من أجل نصبها، كل عائلة أخذت على عاتقها نصب خيمتها ومحاولة تجميع خيمة من النايلون ومن ثم المعيشة في هذا المكان لأكثر من 7 أشهر حتى هذه اللحظة. لا بنية تحتية، لا شوارع، لا حمامات، كل أسرة تبني في غرفة واحدة وفي خيمة واحدة تجعل منها مكانا للنوم ومن ثم مكانا لإعداد الطعام ومن ثم مكانا لقضاء الحاجة. هذه الخيمة الوحيدة هي الحياة لكل هذه العائلات. نتحدث هنا على آلاف الأسر ما زالت حتى هذه اللحظة مقيمة في المنطقة الغربية لعدم وجود مكان يمكن أن يتجهوا إليه، وليس بإمكانهم التنقل كل هذه الفترة باتجاه مناطق مواصي خان يونس. ولكن في هذا الشارع الوحيد أيضا في هذه المنطقة، هذا هو المنفذ الوحيد من منطقة شرق مدينة رفح باتجاه غرب مدينة رفح، لا يوجد مؤسسات أممية لا تستقبل كل هذه الأعداد الكبيرة ولا حتى تقدم لهم طرود غذائية بالدرجة الكافية لتأمين حاجياتهم. كما تشاهدي هذا هو حال الشارع في مدينة رفح، عائلات تحاول أن تتزود بالبضائع، بالخضار، بالمواد الغذائية. هذا الشارع هو المنفذ الوحيد أيضا باتجاه منطقة غرب خان يونس. تشاهدي في الخلفية هناك شاحنات تنقل عائلات نزحت من مدينة رفح باتجاه منطقة مواصي خان يونس. حتى هذه اللحظة الحركة متواصلة في ظل تصاعد الضربات الإسرائيلية والقصف باتجاه منطقة محيط معبر رفح البري ومنطقة غرب شارع صلاح الدين والمنطقة الشرقية لمدينة رفح. هل هناك تواجد لأي منظمة إنسانية في منطقة المواصي؟
نعم حقيقة هناك تواجد لمنظمات أممية مثل أونروا وبعض المنظمات الأخرى العاملة والفاعلة في قطاع غزة منذ بداية الحرب على قطاع غزة حتى الآن، ولكن ليس بالقدر الكافي خدماتها التي تقدم إلى السكان. نتحدث على أن رئيس بلدية رفح قال أن سكان مدينة رفح في المنطقة الشرقية الذين أخلوا منازلهم بحاجة لأكثر من 50,000 خيمة حتى هذه اللحظة من أجل إيوائهم، ولكن هذا العدد من الخيام لم يدخل إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب على القطاع حتى هذه اللحظة. كما تشاهدي هنا هذه خيمة وعائلة حملت كل أمتعتها وأغراضها باتجاه منطقة مواصي خان يونس بعد الضربات الإسرائيلية المتواصلة على منطقة المنطقة الحدودية لمدينة رفح، ولكن حتى هذه اللحظة هذه عائلة واحدة، ولكن سبقها وحتى هذه اللحظة هناك عائلات كثيرة تحاول الخروج من هذا المخيم باتجاه منطقة مواصي خان يونس بعد تهديد الجيش لكل سكان منطقة مدينة رفح من خلال الضربات الجوية المتواصلة منذ أمس حتى هذه اللحظة بالنزوح والمغادرة، وبالتالي غادروا باتجاه منطقة مواصي خان يونس لعلهم يجدوا هناك مكانا آمنا لهم، مع العلم أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تستقبل غالبية العائلات التي نزحت مؤخرا بإطلاق النار بشكل مباشر عليهم، وبالتالي ينقل إصابات إلى مستشفى الكويتي في المنطقة الغربية لمدينة رفح. كم المسافة من النواصي إلى مدينة رفح لإنقاذ المصابين؟ لم أسمع السؤال. من النواصي عندما يستهدفوا من جانب الزوارق الإسرائيلية حتى يذهبوا إلى مستشفى الكويتي في غرب رفح، المدة كم دقيقة مثلا، كم ساعة؟ نعم نتحدث هنا على أن المستشفى الكويتي الآن هو الوحيد الذي يقدم الخدمة في منطقة غرب خان يونس وغرب مدينة رفح. بطبيعة الحال في هذه المنطقة الغربية لمدينة رفح كانت هذه منطقة خالية من الكثافة السكانية قبل الحرب والتصعيد على قطاع غزة. فيما يقارب من ربع ساعة تقريبا بإمكان أي مصاب يصل إلى منطقة المستشفى الكويتي من مدينة خان يونس حتى وإن كان مواطن عادي عبر السيارات العادية، ولكن نظرا لصعوبة سيارات الإسعاف لهذه المنطقة في مواصي خان يونس أو مواصي رفح ونظرا لبعد المسافة وتكدس الكتلة السكانية البشرية الهائلة في منطقة مواصي رفح ومواصي خان يونس، كما تشاهد هذا الازدحام هذا منذ الساعة 7 صباحا حتى الساعة 7 مساء، قد يضطر نقل المصاب على عربات وعلى كرات وتكاتك وعبر سيارات مدنية غالبيتهم يصلوا إلى مستشفى الكويتي، وهذا الأمر قد يستغرق أكثر من نصف ساعة. نعم شكرا من غرب خان يونس من المواصي تحديدا مراسل الحدث أسامة الكحلوت.